بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال تعالى في كتاب الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. خوشويستان او جالش كان نمر دين ويبتر قيش نوا ديار الهم دنيا دوريان لم نخوشي داو نخوشي سرطان أزب هم شيء كسرطاني خيونو سرطاني إسكو سرطاني ورم للاشي إنساني ديار هم دنيا ململانيتي لقاونا خوشي جارة تاسنا قيش نورا دي تارة سريب كان يان درج كيميائي لدن يان عملياتي دا كان يان كيو لدن مدى قاونا خوشي دا مني دواعدي كوشي بلان باشا ويكا طبي نبوي ساكت نجي زور قوري هنا ويجب آسل إخرائي قرو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم روش بروش لا سر كوتون داينا بايزن إخرائي قرو إما هيد سنين شفاة هل دس خواه سكا بيغمبري خواه دفع الملي كل داء دواء بهر در ديك در مانك ولو خلقيك زور إيماني زعيف هو برابر طبي نبوي إيماني زعيف هو دالي دكتور عند المهمة طبي نبوي تي بيه دكري نا دكتور إش بررزن إما رز ماني بوان بلام خواهي قرو لها مكسيك بقفت لك إيش دا 500 سرطان مع علاج ما كل بلام خواي جورا شفاي بو هنا لبينا في نقصي خواي جورا شفاي بو هنا كانت إما هيسين أسباب لعفدة يشي 2011 جنزك سرداني إما كرت ناوي كاج أحمد محمد وكاج أحمد محمد عربة طبعا خلقي رمادية سر حدودي سعودي هاي وعلى التنشتم دانشتي ديار دكتورة كان قوتيان دمري عائلان هاتن زور عاد زود الطمو وتم كاك في غمري خايدة فرمي صلى الله عليه وسلم خاجة فرمي إذا جاء أجل لا تأخر ساعة ولا يستقدم أجل هتزل هات ساعتك باش بيجناك أجل لدس خوي لدس دكتور لدس إيمان لدس كسا شفاء هل لدس خويتي تابونه لدس خويتي تصخ هل لدس خويتي كسر داني أمي كده برأي برزماتي مكرد وتم خمد نبي علاج ما لو كرت او سيمين زاربي تو استا هدي تو نخوش كي الحمد لله سرطاني خويني بو چاك بو چه چاي كردو خواي گورا خواي گورا زور بهيزا گه ايمان تان بخواي قيم بي خواي ناز بنو يقين و اتقاد كتاب تان هبي والله خواي گورا شفاتا رجو چكا خواي دا فرمي وننزل من القرآن ما هو شفاء قرآن شفاء بو ايوا فرمى تاي خوتان بنستقصي لك الله كين كلام محافظي الرمادي هاتيا او السيم جاربتو دو جا علاجي وقلت يدو كورس او رقي ايمي اك اخواي كورا شفاي بحنا اوش همي بركتي اخواي كورا قيش تبي انتظارو حفصة السرطان اخواي كورا شفاي بونا هزار اشهاتو تلا ايم علاج ما كدوا هر وفاتي كردوا بو سكا ازالي هاتوا بو سكا علاجة كاينة كردوا سكا ازال لدس اخواي لدس ايما نيا بلعام لس دنا فرينو نفر شاك دبي اوش قور تنگرين اواني دي وفات دكن ازالين هاتي يعني اشتاخير بونا سطان نسل مردني دين ببتاني اكا قوت صوت ساده بي دبا زوتر بتاهي ناما استاش بل زمان شيرني عربي قصيدة كينا او برا اخو شير اجتماع كنا احمدا كاخواي قورا شفا لينا السلام عليكم اخي احمد السلام اخوي احمد شلونك اخوي احمد وين اهلك رمادي بيا منطقه بالمحافظة رحمه الله عليك 17/1/2011 جيت إلينا كان أنت مصاب بالورم السرطاني راجعت سلسلة أطباء ما خلت أطباء أعطاني 20% نجاح كل مرة على دكاترة وأطباء بغداد وجيت هنا بس ما خليت علاج طب النبوي الحمد لله وشكرا يعني بارك الله فيك أحمد أشكرا بارك لما أول جلسة جيت إلينا شلون وضعيتك أخوي أحمد؟ والله أول من جيت يعني متابعة الحال يعني شنو ما تقدر تمشي يعني ما اقدر امشي يعني شيلون شيل جاوبنا هسه الحمد لله والشكر جيت من الرمادي وحدك انا شفت وحدك جيت اي وحدي مبروك لك الله يبارك لك اخوي احمد شلون تشوف طب النبوي كان انت شاب حلو ومحترم لما اخذ الاطباء احترام الاطباء اخذت علاج وضعيتك كان يوم رم متدهوى لما جاء يوم طب النبي كلام سيد المرسلين عز قبل كان جابوا اثنين انتم شايلين شيل جنابك حس انت جد وحدك جد الينا شفت الطب النبوي هو كلام سيد المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هسه انت قبل كان ما تقدر تمشي يشيلونك هسه تقول انت تشتغل هسه انا اشتغل واطلع وامشي والحمد لله والشكر راح من عندي اي مرض يعني من خلال علاج طب النبوي مبروك لك انت عز علينا اخوي احمد قرايب اقرباء هسه انت جد وجبت معسكر وياك جبت سياره وياك كل المرضى ليش جبت هذول ليش جايين على شافوا انت وضعيتك احسن وضعيتي يعني من رحت الدكاتره يعني وضعيتي سيئه هسه عم جد خلال علاج طب النبوي وقمت امشي واطلع واشتغل جبت معسكر وياك كل المرضى اي كلهم مرضى
وهذا هو إن شاء الله أحد ما يجي إلينا، إن شاء الله أحد ما يتمرض. نشكر لرب العالمين شفى أخونا لهذا الشاب الجميل المحترم أخوي أحمد، نشكر رب العالمين. صحيح رب العالمين يقول: وإذا مرضت فهو يشفيني، من كلام نبي إبراهيم عليه السلام. في الختام احنا نقول لكل الناس: ارجعوا إلى كتاب الله وسنة النبي. رجاء ماكو فرق بين الشيعة والسنة باختلافات بسيطة، احنا نحب كل الناس المسلمين الشيعة والسنة. احنا ليش نتكلم هذا الشيعة والسنة؟ يعني انه احنا كلنا اخوان في الاسلام، وهذا هذا اختلافات بسيطة ان شاء الله نحلها باذن الله تعالى. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنة. خلاص يعني اللي بس كلنا عندنا اخطاء، قسم عندنا دراويش، قسم عندنا سلفية، قسم عندنا اسلاميين، قسم عندنا يعني كل مسلمين، ولكن اختلافات بسيطة. وهذا هو معجزة القرآن. أخونا أحمد كان مصاب بالورم السرطاني، سرطان بالدم، لوكيميا بالإنجليزي يسمونه لوكيميا، رب العالمين شفاه. وهذا هو كلها بركة القرآن. طبيب قال 20% يعيش، ماكو علاج نتيجة 20%، ولكن الطب النبوي أنطاه علاج 100%. وهذا منه كلام السيد المرسلين يقول: إن الله أنزل الداء والدواء واجعل لكل داء دواء، فتداوا ولا تداوا بالمحرم. صدق رسول الله. والختام نشكر رب العالمين شفاء اخونا احمد، وهذا بصحه جيده. اخوي احمد هسه انت فرحان؟ الحمد لله قرايب وشكرا، الاقرباء الحمد لله وشكرا، بارك الله فيك. الله اعطيني موسى او سيدك. وهذا هو بركه القران، وصلى الله على سيدنا ولا حبيبنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا اخوي احمد.